قامت خبيرة التجميل اللبنانية جوال ماردينيان بجولة داخل غرفة ملابسها، وكانت المفاجأة الأولى أن الغرفة تفتح على بصمة جوال. وخلال الجولة سألتها الإعلامية مهيرة عبد العزيز عن أغلى حقيبة أو قطعة اشترتها جوال، فاختارت حقيبة من ماركة أرماس وقالت: لن أقول كم دفعت ثمنها، ولكن إن أردت بيعها اليوم فيجب ضربها ب 11 مرة من سعرها الذي اشتريتها به، وذلك لأنه يوجد منها فقط 50 قطعة حول العالم، والماركة اختارتني من بين 50 امرأة لأقتني هذه القطعة. وخلال الحلقة كشفت جوال عن ممتلكاتها، مشيرة إلى أنها تمتلك سيارة بنتلي اشترتها منذ العام 2013، وليس لديها هوس شراء السيارات أو تغيير السيارة كل عام. وأضافت أنها تمتلك شقتين في لندن ومنزل في فرنسا، وهم ليسوا باسمها، بل كل ما باسمها وملكها هي حقائبها التي يمكنها أن تتصرف بها، وسيارتها الخاصة البنتلي فقط. الكروكودايل هيدا بس نحن عم نحكي إذا بدك ترجع تبيع القطعة، أي أغلى قطعة هي هذا أصغر واحد هون، هاي يعني هاي ما رح أقول شو السعر اللي أخذتها فيه، بس السعر اللي أخذتها فيه تضربيه ب 11 مرة إذا بدي أرجع بيعها. ليش؟ لأنه كان في منا عملوا منا 50 وحدة بالعالم، فأرماس اختاروا 50 مرة بالعالم يعطوها دجزين لتشتريه، سو دغري بيروحوا على الاوكشن، بالاوكشن بينباعوا ب هيدا 11 مره زياده، هيدا 8 مرات زياده عن سعره، هيدا كان في واحد عم ينباع عمره من 2008 يعني 13 سنه عمره، كان هلا عم ينباع ب 80,000 يورو بفرنسا مستعملين، بس هو الأصل الحقيقي الأصل ما هيك أبدا، يعني أنا بشتريهم من المحل، ما بشتري ساكن هاند مثلا. هيدا كمان لما جاب لي جوزي كان حقه 5 مرات زيادة فورا، يعني قبل ما فتحت البوكس كان عم بيقول لي: ليكي ما تزعلي، لحظة ما كروكودايل أوكي، قلت له: كيف هذا منك كروكودايل بتبهدل يا حرام. ففتحت وقال له واحد الله، قالوا لي انه هيدا سبيشل اديشن مدري شو، انه كان فالنتاين، عرفتي، فانا كنت متوقع شيء انه واو، ففتت عملت جوجل عليه، بعدين انبسطت اوكي حياتي اي لاف يو سو ماتش، كان هيدا فورا كان شيء ليمتد اديشن. هيدا سوبر رير كمان، هيدا كمان كان سعره مش كتير عالي، بس هل عم بيبيعوه 13 مره زياده. وبحديث جوال عن ثروتها أشارت إلى أنها لا تمتلك سيولة لأنها لم تنطلق في هذا المجال ولديها ثروة، وكل ما كانت تجنيه من عملها في الأم بي سي صرفته على ابنها، لأنها كانت امرأة مستقلة ولم تأخذ أي درهم من زوجها السابق، بل كان كل مصروف ابنها منها هي. وعن مسيرتها الجمالية تحدثت جوال عن أول مرة اشترت بها حقيبة من ماركة عالمية، وهي عندما كانت ابنتها في عمر 6 أشهر، قائلة: سمحت لحالي اشتري حقيبة أرماس، وحدة لإلي وحدة لوالدتي. ومن ناحية أخرى، مقابل كل هذا النجاح الذي حققته جوال، أكدت أنها خسرت في مرات كثيرة، مشيرة إلى أنه في مشروع واحد خسرت 9 مليون درهم، وذلك لأن الشريك الذي اجتمعت به لم يكن صادق وقام ببيع جزء من اسمه من وراء ظهرها، فقررت تسكير الفرع بكامله. وتحدثت جوال في الحلقة عن علاقتها بأولادها، مؤكدة على ندمها في كثير من الأحيان لأنها لم تعطيهم وقتا كافيا بسبب عملها.